باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. من بشارة معلمنا متى إصحاح 27 26 بركاته علينا آمين. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حين ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ أجابوا وقالوا له: مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. والمجد لله دائما أبديا آمين. وأيضا نقرأ من سفر دانيال إصحاح 7 آية 13 بركاته علينا آمين. كنت أرى في رؤى الليل، وإذا سحاب من سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي، ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض. والمجد لله دائما ابديا امين. الحقيقه احبائي، في واحده دلوقتي جابت لي صوره العذراء ورقة، وبتقول لي النهاردة مرور أربعتاشر سنة على انفجار نعم مر 14 سنة، الوقت بيجري. بس جابت لي صورة العذراء، كنت عايز قبل ما أكلم مدام جابتها أعلق عليها. صورة العذراء ديت، الحزام اللي فيها دي مش الصورة بتاعتنا، دي صورة كاثوليكية. العذراء لما ظهرت ما كانتش لابسة متحزمة كده زي الحزام ده عند الكاثوليك في برهبانة الفرنسيسكان. الفرنسيسكان دايما هم اللي بيحطوا القماشة اللي حاطينها دي، ودي مز النار ضربت وسطها كده. العذراء لما ظهرت ما كانتش خالص موجودة بالطريقة دي،
كانت من غير خالص رباط كده في وسطها. وغالبا نقول للناس يا ناس الصورة دي كاثوليكية، احنا عايزين الصورة القبطية بتاعتنا، لكن محدش بيسمع. فدي مش الصورة اللي ظهرت بيها العطر. النهاردة سمعنا حاجة عجيبة. لما قبض على المسيح وخرجوا عليه، راح عشان يحكموه، كل الكهنة ورؤساء الكهنة زي ما شفنا بعد ما قوم لعازر قامت الهوجة بتاعته هياخد مكاننا، فلازم نخلص منه. وقيافة ده رئيس الكهنة هناخده في مرة تانية نفصصه يعني. لكن لما راح وقف قدام قيافة عشان قيافة يحاكمه، كل حاجة تمت بمشورة الله وحسب النبوات. كان الناموس بيخضب كده، إن أي إنسان لو تساق الذبيحة اللي بتتقدم عن خطايا الشعب إلى الكاهن أولا، يعني كانوا بيقدموا الذبيحة عن الشعب كله، فكان لازم الذبيحة تتقدم في الأول أو تساق يعني لرئيس الكهنة علشان خاطر يكفر عنها. عشان كده المسيح زي ما كانت بتساق الذبيحة عشان تكفر عن الشعب كله، يعني تغفر خطايا الشعب كلها، سيق أيضا دون أن يدروا عشان يقف قدام قيافة. وقيافة ده اللي قال لهم أفضل إن واحد يموت عن الشعب وما يموتش كل الشعب. وهنا بدأت المحاكمة بتاعت المسيح، والمسيح كان صامت ما بيتكلمش، وما كانش صامت عشان هو ضعيف أو ممسوك في حاجة، لكن كان المسيح صامت عشان لو اتكلم مش هنصلب، وبالتالي مش هيقدم نفسه كفارة لينا، مكناش هنلاقي دم المسيح بعد كده عشان خاطر في كل مرة تغفر الخطية بتاعتنا. لأن المسيح لما مات على الصليب هو غفر خطية آدم، وما قبل آدم. طب وبعدين، طب واحنا بقى كنا فين؟ هتقولي المسيح غفر لنا خطيتنا، ولا غفر لنا زي ما احنا ما كناش اتولدنا وما كناش جينا، فيغفر لنا احنا ازاي؟ لما مات كان وقتها الناس اللي عايشين والناس اللي قبلهم اللي منتظرين في الجحيم، ففداهم يعني غفر خطاياهم، يعني فك أسرهم، قدم نفسه كفارة
طب واحنا اللي اتولدوا بعد كده، الجيل بتاعنا احنا وغيرنا واللي قبلنا اللي بيخطئ ده، تغفر خطيته ازاي؟ عشان كده المسيح ادانا دمه، هو نفس الدم اللي سال على الصليب، اللي احنا بنيجي في القداس وبنقدم الذبيحة هي نفس ذبيحة الصليب مش غيرها، وبنتناول الدم بتاعه عشان تغفر خطايانا. عشان كده بنقول في التناول في الاعتراف يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لما نتناول، ويستمر الدم ده إلى أن يأتي المسيح، ولما مش محتاجين حاجة تاني. المهم وقف قدام، تقول لي طب ما كان هناك بيصلي قيافة رئيس الكهنة وكان بيقدم الذبيحة. أقول لك ما قيافة كانت زي الحية تعبان، كل همه الكسب بتاعه المادي، ده كان واخدها شغلة تجارة. عارف اللي بيدخل الكنيسة عشان يستفيد منها ويأكل منها ويسرقها، هو كان كده. المهم كل ما يسأل المسيح سؤال المسيح ما يجاوبش عليه، وبعدين لما ضجر ما عندوش حاجة قالوا الحكاية ديت، حلفه، قال له أستحلفك بالله الحي، أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ والله اللي هو المبارك، لأن معلمنا مرقص قال له كده، هل أنت المسيح ابن المبارك؟ وهنا الواحد بيتعجب، كل المعجزات اللي عملها دي وكل الأعذار دي في 3 سنين ونص، كانوا ترش ما بيسمعوش. اقول لك ما احنا برضو كده ما بنسمعش، او احنا ساعات بنسمع كتير ونطنش وفي الاخر نعيط. اول ما سمع الجملة ديت والمسيح رد عليه، دي الوحيدة اللي رد عليها بقوة، اتهالي هو بيرد عليه اتهز وانزعج، قال له انت قلت، يعني عايز اقول لك ايه تاني، ما انت قلت اهو. وبعدين عشان ما نقعدش نأولها راح رجع للنبوة بتاعت دانيال اللي احنا قرناها. ايه هي النبوة؟ حتى معلمنا متى حطها في وسط الكتاب على طول، من الآن تبصرون ابن الإنسان آتيا عن يمين القوة. الله، طب ما قالوش تبصر ابن الله ليه؟ ليه ما قالوش ابن الله؟ لو دانيال ليه ما قالش ابن الله؟ لأن الله روح، مالوش يمين وشمال ما بيقعدش، لكن اللي قعد هو جسد المسيح المتحد بالجسد بتاعنا، عشان كده سمى نفسه ابن الإنسان. قال له من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حين ثيابه، طلع من ثيابه ليه؟ يعني خلع
عن نفسه الكهنوت بتاعه، كهنوت العهد القديم. كل ده مرتب معروف من الأزل. مجرد ما شق ثيابه خلع ثيابه، يعني خلع الكهنوت عن نفسه عشان يحل مكانه كهنوت العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه ومتمتعين بيه. جاب له النبوة: تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. وبكرر تاني عشان كتير بيسألوا فيها: ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. لأن الله روح، ملوش يمين وملوش شمال. اللي بيجلس هو الإنسان، الجسد اللي خده مننا واتحد بيه. وآتيا على سحاب السماء فسألهم كلهم، قطع هدومه كلهم، شعرهم وقف، قال لهم: تشوفوا ايه؟ قال لهم: مستوجب الموت. مستوجب الموت. احنا مش زعلانين ان عشان الحكاية دي، احنا فرحانين، لان لو ما كانش مات ما كناش احنا لنا الخلاص. بالعكس، هو اصلا اول ما جه قال كده. لكن احنا لما بنحزن بنحزن على انفسنا، ان واحد من اجلك ومن اجلي اتألم كل الالام دي ومات واتعمل فيه كل ده علشاني، لانه بيحبني، وانا في الناحيه التانيه ماشي في طريق تاني بعيد عني. هو عاوز يشدني، والإنسان بيشد نفسه منه. فده اللي بنبكي عليه وده اللي بنحزن عليه. أول ما قال لي مستوجب الموت بصقوا في وجهه. والواحد لما بيقراه جسمه بيأشعر. عمر الخطيئة بتعمل إنسان. الخطيئة لما تتسلط على إنسان ويسيبها، هات كده شوية تراب وحط عليهم شوية مية تبقى طينة، وحط على الطينة طينة وسيبها، وبعدين حط مرة كل مرة طينة عليها، شوف الاخر تبقى ايه. الخطيه بتعمل انسان، ويا ريت بتعمل انسان وبس، بتمرره، يعيش طول عمره في مرار. حتى لو قال انا ما وقاوح، بتجيله رعبه قبل الموت لما بيكبر. بقى تشوف لما يفكر في الموت تجيله رعبة. لو قلت لواحد انت هتموت كأنك انت عاوز يقوم يخنقك. لو قلت له سنك كام، يعني عشان انت قربت من القبر، شوف يعمل ايه معاك. رعبة الموت، لان هو عارف، هو لوحده عارف نفسه وعارف هيروح فين، وعارف هو هيبقى يمين ولا هيبقى شمال. عشان بس أوصل للموضوع بتاعنا، عايز أقول بعد كده سلموا لبيلاطس بعد ما عمل فيه اللي عمله، ووداه لبيلاطس. إيه يا بيلاطس؟ عشان سألوا: هل أنت ملك اليهود؟ خد بالك، دوكت بيدور على الكهنوت، وده وثن ووالي بيدور على الملك،
هو ما لا يهمه كهنوت لأنه وسط ولا يهمه حد، هو يهمه كل واحد بيخطف وبيشد عشان الجزء اللي عاوز ياكله أو ياخده. قال له أنت ملك اليهود؟ هو مرتين ما يردش عليه. وبعدين روح الله اداله فرصة لما بعتت له مراته وقالت له اياك وذاك البر، وكانت اخرى وثنية. قال له انت ملك اليهود، شو بقى المسيح؟ قال له ايه بعد ما سكت وبعد ما اتكلم؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. انت بتقول ان انا ملك، نفس القصة انت بتقول زي ما قال لقياف. اسمع الاسم عشان كتير ما بيفهموش الحكاية دي. لهذا قد ولدت انا، لو انت تقول اني ملك انت اللي قلت، لاجل كده ولدت انا. ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. احنا بنمر عليها كده، لكن ده الكنيسة سمته الاعتراف الحسن. الكلمتين دول سمتهم الكنيسة لاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. وعشان كده كل الكنيسة لما اجتمعت في مجمع نقية 325 عشان يحطوا لنا قانون الإيمان، خدوا الكلمتين دول وبنوا عليهم قانون الإيمان بتاعنا. ليه احنا خدناهم وقلناهم؟ أول مرة في الكتاب وأول مرة تسمعها وتقراها إن المسيح يقول أنا ولدت، اتولد. ما سمعناش ولا مرة قال إن اتولد، لكن بقوله لأجل هذا أنا ولدت. ولدت يعني تجسد وأخذ شكل وتأنس وأخذ شكل بشر. ده أول حاجة في قانون الإيمان. قال له أنا ولدت لأنه هو ابن الإنسان وابن الله. فالأول مرة يقول علنا ويكشفها يقوله لأني ولدت. ولد يعني خرج وجي أخذ خان النسوت من مريم العذراء والروح القدس وبقى إيه؟ تجسد وتأنس. اللي بيقولها في قانون الإيمان تجسد وتأنس. مش لأني ولدت بس، قال له ولهذا أتيت إلى العالم. طب جه إزاي؟ إذا كان هو ابن الله هيجي إزاي؟ يعني عاوز يقول له اللي قالها قبل كده كتير، قال انا خرجت من عند الآب. خرج يعني ايه؟ يعني زي النور ما بينبثق من النور. فهنا اعترف بلاهوته واعترف بناسوته وجئت عشان اشهد الحق. وقبل كده قال لهم انا هو الطريق والحق والحياة وأنا والأب واحد. فهو قال وأنا جاي أشهد للحق، مش بيشهد لنفسه بس، بيشهد للآب الموجود فيه وهو في الآب. ده قانون الإيمان اللي حطه. التاني ما فهمش، التاني يفهم إيه؟ افتكر الحق ده
يعني هو بيتكلم بصدق، يعني لأ، هو بيتكلم عن الله الآب، ولما يتكلم عن الآب يبقى بيتكلم عن مين؟ ولما يتكلم عن الله الآب يبقى بيتكلم على مين؟ ايه؟ يتكلم عن نفسه، لأنه أنا في الآب والآب فيه. عشان كده خدناها، خدوها الآباء وعملوها قانون الإيمان اللي إحنا لحد دلوقتي بنردده، ولا نقبل أي إنسان يبقى معانا مشاركة في الكنيسة إلا ما يردد نفس قانون الإيمان ده. الاعتراف الحسن، اعترف إن هو اتولد وإنه خرج من الآب ونزل وأتيت، نزل عشان يعرفنا الحق، يعرفنا أبوه السماوي، وبالتالي نعرف إن هو في الآب والآب فيه. معلش اللي كانت صعبة، لكن أنا حبيت إن أنا ما مررهاش، لأن في كل مرة يقولك من اللاهوت صعب واللاهوت هي دي سهلة. المرة اللي فاتت بقى اتكلمنا على الفرصة الأخيرة، قلنا لما علقوه على الصليب زيادة في إنهم يستهزئوا بيه ويسخروا منه، قال لك صلبوه بين نصين، بين مذنبين، جابوا اتنين قطاع طرق ومحكوم عليهم بالموت صلبا، والصلب ده أصعب حاجة عند الوثنيين أو عند الرومان، وبعد كده بطلوا حكاية الصلب دي. وكان الصلب ده موجود عند اليهود، لكن اليهود مرضوش يصلبوه، قالوا اصلبوه انتم، اصلبوه انتم، لأن كان الصلب عند الرومان كان وحش جدا، كان يزمكوا الجلدات، وجلدات ما كانش سهلة كده، وكان صعب قوي قوي انه ينجلد، ويستهزئوا بيه ويبهدلوه ويعملوا فيه اللي عملوه ده كله. عشان كده اليهود قال لهم اصلبوه انتم، احنا ما نصلبوش، احنا اصلبوه انتم. حتى اليهود بعد كده بطلوا الصلب ده، لان كان معروف ان في العهد القديم كده ملعون كل من علق على خشبه، ملعون كل من علق على خشبه، ودي كانت يعني عندهم اي حد يعني مش بيحتقروه بقى، بيبصوا له نظره ما فيش زيه. يعني على فكره بالنسبه لل صلبوه على خشبه ديت، فيها قصه عجيبه او غريبه. اشمعنى الخشبه ديت؟ في بعض ناس قالوا ان الخشبه ديت هي ديت اللي كانت مربوط فيها الكبش بتاع ابراهيم واسحاق، حتى لما قامت بعض الهرطقات وقالوا لا، المسيح ازاي يتولد من عذراء عندها 18 سنه، يعني ما كانش عاجبهم، بانه كانوا خارجين عن الكنيسه، فرد عليهم قال لهم حاجه تضحكك،
قالوا كده للناس اللي بيقولوا المسيح ازاي طلد من العذراء، قال لهم وازاي الشجرة أو الخشبة تولد خروف، تولد حمل. ما هو إبراهيم رايح في آخر الدنيا وما فيش إلا هو والعيال ومعهوش خروف، فكانوا يعني بيتريقوا عليهم بيقول لهم إن الخشبة أو الشجرة دي ولدت خروف. هتقول لي لا ازاي وازاي، اقول لك اهو، طب اثبت بقى ان انها ما ولدتش خروف. فزي الخشبه ما ولدت ولدت خروف، العذراء ولدت المسيح من غير حاجه. ف افتكر الرومان، افتكر اللي هم الأرمن، يمكن عندهم هناك كنيسة عاملينها بيقولوا ديت كنيسة الخشبة، بس بيقولوا حاجة عجيبة قوي، بيقولوا الخشبة ديت لوط وقاها ولا لقى خشب، وبعدين الملاك قال له خد الخشبة ديت ورويها، وقعد يرويها، وكل ما يرويها الشيطان يبوظها له، وبعدين يجي تاني ويرسمها غيرها، لحد ما في الآخر خالص بقت شجرة وخدوا منها الخشبة ديت. ده اللي الورقة بتاعته معايا، قريتها أنا في كتاب قديم. بيقول لك عند الآباء السوريان والروم الأرثوذكس قصة تاريخية عن خشبة الصليب عند السوريان والروم الأرثوذكس، يقولون إن الله أمر لوط أن يغرس شجرة سرو في المكان المعروف الآن بدير المصلبة، سموه المصلبة، دير المصلبة الذي هو غرب أورشليم، وأن يسقي هذه الشجرة من نهر الأرض الذي يبعد عن المكان 50 كيلو. وفعلا أخذ لوط جرته وذهب الأرض وملأها مية، وفي عودته صادفه في الطريق شيخ وقد أدناه التعب وسأله أن يسقيه، قال له عشان يسقيه. فلما أمال لوط الجرة عشان يسقيه رماها ذلك الشيخ على الأرض فانكسر. يعني شتمه مش عايز. كرر لوط المهمة، ولما عاد صادفه الشيطان في شكل امرأة مرة تانية تحمل طفلا يبكي من شدة الظمأ، وتوسلت إليه عشان تسقي الطفل فسكبتها إلى الأرض. فرجع تاني ال5 كيلو دولت يملاها. ثم عاد لوط المرة التالتة وسأل الرب أن يوصل سالما، فوصل سالما، فروى شجرة السرو دي فنمت وأينعت، وقيل أنهم من هذه الشجرة أخذوا الصليب رب المجد. يؤمن بهذا التقليد السوريان والروم الأرثوذكس ويترنمون به في صلواته، ومن أجل هذا أنشأوا في هذا المكان الدير المعروف باسم دير المصلبة. ده سواء الخشب بقى من دير المصلبة أو الخشب من عند إبراهيم من عند إسحاق وإبراهيم، المهم خشب اتعلق عليها المسيح. وقلنا المرة اللي فاتت أن الخشب اتعلق عليها اتنين، علقوا المسيح على الخشبة وحطوا جنبه للصين، وكانت المفاجأة الكبرى
اللي بدأوا يعايروه، يعني مصلوب غرقان في دمه. أنا بتكلم على اللص باليمين والشمال، غرقانين في دمهم والمسامير في رجليهم. لو اتحرك الحركة دي، هو متحرك والمسامير اللي في رجله وفي ايديه تشد العصب يصرخ ويموت، ما يقدرش يتحملش الام شديد، تبقى الام عنيفة. ومع هذا لما لقوا اليهود رؤساء الكهنة والكهنة والصدقيون والشعب كله، المسيح ده ملطشة كل واحد يقول له كلمة، عملوا زيهم. قعدوا بقى يبني الهيكل، هدم الهيكل وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك. بس الكنيسة عندنا بتقول حاجة عجيبة أوي، بتقول إن قعد اللص اليمين والشمال يتكلموا بالشكل ده ويعايروا المسيح، وفجأة أول اللص اليمين ما لقى الدنيا اتظلمت، قعدت الظلمة 3 ساعات، أول ما لقى الدنيا اتظلمت والصخور بدأت تتشقق. أنا مش عارف الصخور، يعني هو مكان على جبل إخرانيون ما كله صخور، وشاف العلامات ديت أيقن في داخله إن اللي موجود جنبه ده مش لسه زيهم. وطبعا لما كانوا بيعدوا على الصليب علشان يصلبوهم، كانوا الاتنين موجودين، اللصين التانيين برضو بيحطوهم على صلبانهم ويسمروهم، فكانوا سامعين. في وسط الألم ده، وفي وسط ان الكل اتخلى عن المسيح، اتخلى عن المسيح، مفيش حد، تلامذة هربوا، واللي صنع معاهم معجزات 3 سنين يشفي في المرضى ويقوم في الميتين ويعمل اعمال عجيبه وعجيبه وعجيبه وعجيبه، مفيش ولا واحد منهم جرؤ ان يجي جنب الصليب كده ويشهد ليه. شوف المرارة اللي تبقى في الانسان قد ايه، وما فيش واحد فينا ما دقش المرارة ديت، ما فيش واحد فينا مرة ما جالوش شدة وضيقة وتلف حواليه لقى اصحابه كلهم مش موجودين، يطلب من اصحابه القدام اي حاجة يختفوا، ما دام جات له مصيبة كله يهرب. لكن طول ما فيش حاجة كلام زي الفل. وحواليه شوف المرة فيك انت بتبقى قد ايه وعاوز تنتقم منهم قد ايه. هو شاف كل ده، اللص اليمين يا فعلا كلس بعد 3 ساعات هيموت، وما كانش عارف انهم 3 ساعات، لكن هيموت هيموت، وهيكسروا عظمه هيكسروا عظمه، وهتنتهي حياته هتنتهي حياته، لكن لحق نفسه في اخر لحظة. وقلنا شهادة الايمان اللي قالها اللص اليمين الكنيسة بنت عليها، وبقى ده أساس الإيمان عندنا، الذي يؤمن بالمسيح لازم يشهد للمسيح. يعني مش مجرد يقول أنا آمنت بالمسيح وأنا مؤمن، أو البطاقة بتاعته مسيحي أو نصراني أو بروح الكنيسة، لا، ده معنى الإيمان إن هو يكرز ويشهد للمسيح، يؤمن بالمسيح
ويجاوب باللي هو بيؤمن بيه ويشهد بيه الشهادة. عشان كده التلاميذ كلهم اتقطعت رقبتهم، ما فيش حد منهم نجا. يوحنا يمكن اتعذب اكتر من اللي مات. فجأة اول ما سمع لص صلاة المسيح ان يغفر للناس المجرمين دول او غير المجرمين، الناس اللي مش فاهمين، صرخ اللص اليمين وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هنا الكنيسة اعتبرت الطلبة ديت شهادة ورجاء وتسليم، شهد ان المسيح رب وان كلامه صح. ولما قال مملكتي ليست من هذا العالم، ما فيش حاجة اسمها مملكتي ديت يبقى لها ملك، يبقى هو ملك. وبعدين اذكرني، يعني معنى كده ان هنقوم من الموت، وبعدين هيبدأ هو يشوف الناس اللي وقفوا وامنوا والناس اللي ما امنوش. يعني مش مجرد قال له اذكرني كده كلمة وخلاص وعدت، لا، ده وقف شهد للمسيح وكان الوحيد. يعني حتى نصب نفسه محامي عن المسيح، نصب نفسه رسول بيبشر الناس عن المسيح. قال طب وانت هتعرف منين؟ هو انت لحقت؟ ما تنساش ان اي انسان فينا مجرد ما يحاول انه يتوب، يحاول في وقت الشدة، الروح القدس بيجي بيملاه، والروح القدس بيتكلم فيه، والروح القدس بيغير فيه لحظة. طب ما انت شوف الاباء البطاركة والاساقفة واللي اتقاموا في من الرسل ورسموه، ما كانوا كلهم وثنيين، لكن بمجرد ما بيرسموا ويحل عليه الروح القدس بيغيره، هو الروح القدس اللي بيتكلم فيه. وصلاه خلص، وقلنا الوحيد اللي رد عليه المسيح، يعني ما ردش على يهوذا لما قال له انا يا رب، ما ردش. ورئيس الكهنه يحلفه عشان يرد، لكن رد لان كان يهمه خلاص الانسان. ده تفكرنا بالمسيح، المنظر اللي شفناه وهو دخل اورشليم وبيبكي. بتبكي على ايه يسوع؟ بيبكي على الناس اللي معرفوش زمان، افتقدتهم. قال لي يا اورشليم يا قاتلة الانبياء والمرسلين، كم مرة حاولت اجيبك ولمك وخليك تاخد الخلاص وتستفيد من وجودي اهو، انا جيت اهو، ما سمعتش. لان نفسي ونفسك غاليه جدا على المسيح. اوعى تفتكر انك انت ما تسواش حاجه زي ما يهيئ لك كده العالم. صدقني لما تبص في نفسك وتسال نفسك تقول انا عند المسيح قد ايه، اقول لك قيمتك عند المسيح توازي الدنيا كلها. ما يهموش التسعة وتسعين تانيين اللي في العالم، لكن يهمه انت، يهمه خلاصك انت، يهمه ان يكسبك انت، يهمه ان يضمك ليه انت، يهمه انك انت تبقى في الشبكة بتاعته واصطادك. عشان كده لهفته وعند السامرية ما فهموش. لما التلاميذ قالوا قاعد كده ليه؟ جبنا لك أكل عشان تاكل. قال لهم ليه طعام آخر؟ أنتوا ما انتوش فاهمين وما انتوش هتعرفوه. ليه طعام تاني؟ هي دي السامرية اللي أنا جعان ليها وعطشان ليها. بقول لك كده ليه؟ لأن احنا دايما الشيطان يوسوسنا
واحنا شطار قوي في الوسوسه دي، يشعرك انك انت بعيد وانك انت مكروه وانك انت اخرتك جهنم وانت مالكش قيمه وانت خاطئ وانت تقيل وانت 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 وانت، لحد ما يهبطك ويخليك تروح للوحل برجليك وتقول خلاص بقى بجملت. ما هو ولو ما قلتش تبقى عندك الاحساس ده باستمرار، ماشي حاسس انك انت في التراب في الطين، لا طايق تسمع عن المسيح ولا طايق تسمع عن الملكوت ولا انت مصدق، اهو مستنى ما نشوف. لكن قد كده في وسط ألمه كلها كان يشتاق، ده مش يشتاق بس للي صلبوه، ولا لو ما كانش مشتاق لهم ما كانش صلى من أجلهم وما كانش طلب من الأب من أجلهم، وكان ممكن على طول يقول لهم خلاص أنا مسامحكم، لكن عشان يفهمهم طلب من الأب، عشان يفهموا ان في اب وابن ويشهد للاب. هي ديت رسالته، قالوا من اجل هذا اتيت عشان اشهد للحق، جيت علشان ابشر المساكين والمنسحقين واللي ذلهم الشيطان واللي خابوا واهتموا بالارض وافتكروا يقعدوا طول حياتهم على الارض من الصبح لحد طول الليل ما عندوش الا الارض. لما تدور في نفسك تقول انا من الصبح لما تيجي بالليل يعني انا عملت لحد دلوقتي، تزعل على نفسك من اول ما قمت بالصبح وانا عمال افكر هناكل ايه، هنعمل ايه، هنروح فين، هاجي منين، هنظم مواعيد ازاي، بس واليوم يسرقك واليوم التاني يسرقك واليوم التالت يسرقك. ولو جيت حتى الكنيسة بتيجي بهمومك، داخل واقف في الكنيسة هما بيصلوا وانت دماغك شغال بره ما انتش عارف، والدليل لما بتيجي تقف تصلي بنعرفك، يبقى هما عمالين الشمامسة يردهم وانت واقف كده مبلم قام ود وشك الناحية التانية. يا جدع رد يا جدع، انت قدام ملك الملوك صلي. طيب اصل يا مكسوف يرد، يا مكسوف يقول، يا موش حافظ، يا عم ده احنا بنصلي بالعربي، انطق اتكلم. كل دي الترصوات، الهموم اللي شدك الدنيا فيه نسيك ان المسيح محبته. عشان كده اللي هيدلنا في الاخر، اوعى تفتكر هيجدك في الاخر يقول لك انت كذبت وانت دي حاجات تافهه بجانب محبته. قال بدل محبتي خصموني، بل رذلوني مثل ميت مرذول. المحبه اللي انت كسرتها ديت، المحبه اللي خليته يعلق ومات عشانك ده، المحبة انه قدرك ونزل وتحمل كل ده عشان بيحبك، عمال يصرخ يقولك انا بحبك وانت ما انتش عاوز تسمع، لان الخطية بتحط الصمم في الودان وتشغل المخ وتشدك. اول ما التفت ساب كل حاجة، التاني كان بيطلب مجرد ان هو يذكره، لكن فعلا ليس بكي ليعطى الله الروح، ده انت بتطلب حاجة بيديك بالكوم. ويمكن في ناس عندنا هنا وقاعدين اختبروا الحكاية دي، ما فيش حاجة بتطلبها الا ما ربنا يبعتها لك بالكوم، ما فيش حاجة بتشتهيها الا ما ربنا بيديها لك بالكوم، ما فيش حاجة بتقف قدامك وتقول ازاي احلها الا لما ربنا يحل لك 100 حاجة قدامها، بس انت بتنسى. داود لما لقى نفسه بينسى وبخ نفسه وقال لها بارك يا نفس الرب وما تنسيش كل حسناته،
ما تتلهيش في اللي عندك وتنسي اللي هو عامله فيك وقعد يعدد. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. بعد 3 ساعات هياخد المسيح من ايده ويطلع معاه ويفتح الفردوس اللي بقاله 5000 سنة مقفول والشربين قفله. ادم ما دخلوش. حتى بولس الرسول لما جه يتكلم قال لي بيجاهد بيجاهد لعلي ادرك قيامة الأموات. إيه؟ لعل أدرك اللي خده اللص. تصدق؟ كان مربوط متسمر الإيدين ومتسمر الرجلين مع المسيح، لكن كان لسانه طليق، ما عادش يئن زينا ويندب ويشتكي ويشتم ويقول لك امال فين ربنا؟ امال سايبنا ليه؟ امال عامل معانا كده ليه؟ يا جدع ده انا ما كنتش بقابل واحد لما كان مرسي هنا هو مسؤول عن البلد الا لما كان بيعيط يقول ربنا فين؟ امال فين قوة المسيح اللي بتقول عليها يا اخي والوعظ اللي بتقولوه؟ وقف وشهد وقال للشمال كده نحن بعدل جوزينا، احنا نستاهل اللي عملناه. اعترف انه لص ويستاهل الموت، اما هذا فماذا فعل؟ ده بريء. طلع صح كلس، عارف يسرق المسيح وياخده عشان يبقى مع المسيح معه على طول، هو مع المسيح على طول. عارف ازاي يطلع ما يختص زينا ويبقى فوق. وقلت لك الكنيسه كرمته بدليل لما قلت لك المره اللي فاتت بتصلي صلاه اللص. ده انت يمكن بتخش الجمعة الكبيرة وأسبوع الآلام بتقول لك القوة لك المجد لك البركة قول الصبح وسرحان فيها، بتسمع المزمور تقعد تتكلم مع اللي جنبك، مفيش ما بتركز، تسمع الإنجيل أهو بعدين أنت واقف. الوحيدة اللي يوم الجمعة بتخليك تتنفض والصغير والكبير يصرخهم صرخة اللص، اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. انت بتصرخ صرخة اللص الحرامي علشان تبص لنفسك وما تيأسي، عشان تمجد وتسبح محبة ربنا ونعمته ورحمته. وممكن تبقى انت فوق اللص، ما تصدقش الشيطان، ما صدقش الأفكار، ما صدقش الهموم. الهموم مهما كانت ومهما الحروب بتروح، حلوة وحشة بتروح، لكن الذي يبقى محبتك للمسيح. سبق كل الموجودين، سبق كل الموجودين. ونقول له كما ذكرت اللص اليمين الذي آمن بيك على الصليب بنتشفع باللص اليمين، اذكرنا في ملكوتك. ايه يا رب اللي احنا امال احنا ليه دبلانين كده يا رب؟
امال ليه يا رب احنا دبلانين بالشكل ده؟ ما احنا فينا الروح القدس وبنتناول وبنقرا انجيلك، امال ليه دبلانين كده؟ ليه بنخضع للتشكيكات يا رب؟ يقول لك انت قافل ودانك ما بتسمعش، يا ما بكلمك وانت ما بتسمعش. بص شوف صورته وصورتك بقى. اليمين طلع، طب واللي في اليسار؟ ما هو اللي في اليسار ده بينه وبين التاني مفيش نص متر. يؤخذ الواحد قال، طب ده كان قدامه الفرصة زي التاني بالظبط، أمال ما عملش كده ليه؟ ده كان قدامه الفرصة وكان يعني نص ساعة بالكتير وهتطلع روحه، طب ما خدش الحكاية ديت ليه؟ شفت الاتنين أصل بعض ازاي؟ الاتنين جنب المسيح، لكن واحد قلبه متحجر وأعمى وما بيفكرش إلا في حاجة واحدة، بيفكر في بطنه وفي خلاصه. قال له إذا كنت أنت نزلنا خلصنا وخلص نفسك، وخلصنا يعني مش فدينا، لا خلصنا هننزل من على الصليب، يعني فك المسامير دي اللي احنا مربوطين بيها، وهات بلوه للجنود ديت ونزلنا معاك ننزل تاني. عاوز ينزل تاني ويمسك في الارض عشان يعيش تاني، حرام دولس، ولما ننزل نبقى نؤمن بيك. استنى استنى من فضلك، استنى ما ادينش اللص الشمال ده، لأن أنا ما بصيت فيه بكيت. قلت الله ده نفس الصورة بتاعتي، بيدور على الأرض، بيدور على الحياة على الأرض، بيدور إنه يعيش تاني، بيدور على شهواته، بيدور على متعة الأرض. هو انت يا راجل لما تاخد متعة الارض تقدر تاني تؤمن وتصرخ كتخيبة؟ لكن هي دي الصورة بتاعتنا. مش احنا دايما اقول لك المسيح يبقى في الاول بنحطه في الاخر؟ بعد ما اخلص الموضوع الفلاني ان شاء الله بروح اصلي، اروح الكنيسة. معلش اصل كنت مشغول كده في حاجة، وبعد ما اخلص اصل كان عندنا شغلانة معينة وما قدرناش نصلي حتى نقفل في السبنسة في الآخر. هو ده نفسه، هو أنا وإنت. ولو أنكرت أقول لك بتكذب على مين؟ بلاش تجاوبني وتقول لي أنا ولا لا، لكن قولها في نفسك، مش أنت بتعمل كده؟ مش أنت بدور على الأرض يا راجل؟ هو لسه الشمال عمل إيه؟ ما عملش حاجة، هو طلب الأرض، خلصت وخلص نفسك معانا عشان نقول لك متشكرين وبعدين نديك ظهرنا. هو عاوز معجزة عشان ينزل، مش عشان يبقى في السماء، مش عشان يبقى مع المسيح، لا خلصنا وخلص نفسك. طلب ما هو للجسد، طلب ما هو للعالم، طلب لما هو يحبه. ومحبة العالم أصل الكل، لا ده مش أصل كل الشر بس، ده محبة العالم هي محبة إبليس، محبة النار الأبدية.
الوجود معاه باستمرار. اللص اليمين لما آمن الكنيسة رفعته فوق، لأنه ما كانش في وسط الآلام بس وفي وسط المسامير، ده كان شايف بعينه كل الشياطين متجمعين تحت رجليه مستنيين لما روحه تطلع وياخدوها الجحيم. هتقول لي متش انا مش كلام مش مظبوط، بكره هتدور لما تكبر وتجي روحك تطلع. هتقول لي فعلا كان كلامك حق، هتشوف الشياطين اللي قاعدين تحت من ورا بيلف حواليك مستنيين يستلموا الروح بعد ما تطلع. امال ليه بنصلي ونقول العذراء وعند مفارقة نفس من جسده احضري عندي؟ امال ليه بنتشفع بالقديسين؟ لان الشياطين لهم عندك. المسيح قال ليس له فيا شيء، عشان كده ما يقدرش يجي تحت رجليه ويستنى. لكن الاثنين دول تحتهم رجلين كله دبان قدامهم تحت رجليهم مستنين اللحظة ويروحوا هاجمين عليه ويمنعهم صعود روحه. كانوا قدام اللص فرصة ذهبية ولكنه ضيع الفرصة. عشان كده معلمنا بولس في رسالة العبرانيين 15:1 قال ألا يخيب أحد منكم من نعمة الله. ابقوا روح، ابقوا شوفوها في العبرانيين 15 وعبرانيين 1، لألا يخيب أحد منكم من نعمة الله. يا ريت ما نضيعش الفرص. أنت ما انتش ضامن تروح، يا ريت تلحق، ويا ريت هنلحق، ويا ريت نقعد كل واحد مع نفسه ويحاسب نفسه بجد عشان يلحق الفرصة عشان يبقى من أولاد النور مش من أولاد الظلمة. وحينما تحاول بجد انك انت تدور تجد النعمة شايلاك على كفوفك، تجد روح الله بيديك، تجد الملائكة كلها فرحانة بيك حواليك وتنتظر انك انت تصحى. يا ريت نصحى. استيقظ ايها النائم وقم. يعمل ايه؟ فيضيء لك المسيح، ينور يفج نوره فيك ويقومك من القبر بتاعك، ونبقى أولاد النور بدل ما احنا أولاد العالم. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين آمين. تفضل وصلي. وأخيرا يا رب يسوع المسيح.